ازيكم؟ اهلا بيكم في حلقه جديده، بودكاست جديد، ضيف جديد. صراحه انا بحب موضوع البودكاست جدا عشان بقابل فيه صحابي، يعني الموضوع ما بقاش ضيف بقى والجو المذيعين ده. فالنهارده هنتكلم مع محمد خالد. ازيك يا محمد؟ احمد الاخبار؟ عامل ايه؟ كله فل، كله بونو، كله تمام. عاش من شافك يا راجل، اهو كورونا بقى قاعد في البيت. محمد خالد منورنا. الله يخليك صديقي الصدوق. خلينا النهارده اول بس بنحب نبدا الموضوع بان نتعرف نفسك للناس، عشان الناس لو مش عارفه او كده. طيب فعيش يلا. طيب لا انا يعني هتكلم معاك، يعني اقول اتكلم عادي دردشه. انا يعني انا كانت بداياتي، يعني انا ابتديت دخلت المجال ده 2008 عموما، مجال الميديا بقى مش التصوير عموما. ابتديت دخلت كده في راديو اونلاين كده، كان اسمه راديو حريتنا. رحت تريننج مهندس صوت، والموضوع جه صدفه برضه. انت خريج ايه اصلا؟ انا خريج حقوق اصلا، وقعدت بسم الله ما شاء الله 10 سنين في حقوق. يا نهار ابيض. يعني عمرت ليه؟ عشان كانت بقى الدراسه بتيجي في وقت جاي لك بروجكت حلو. يعني انت كنت شغال في يعني كنت حابب موضوع التصوير ده وانت في الجامعه؟ من اولى جامعه. يعني بدايتي كانت اولى جامعه، كان اول حاجه رحتها بقى، يعني ده كان بدايه ان انا اخش قصه ان انا افهم يعني ايه ده في ميديا، وايه ده استوديو ومايكات وصوت. فابتديت بقى ده، رحت بقى راديو حريتنا ده كده، كانت بدايته بصراحه صدفه، يعني انه كان حاجه اونلاين، كان لسه بقى الفيسبوك بقى والدنيا الفيسبوك في البدايه وكده، ولقيت حد بيقول لي ده طب ما تقدم في راديو مش عارف ايه، مش راديو اونلاين مش فاهم. انا اعرف الراديو راديو، فكره اونلاين دي جديده، فاونلاين دي ايه ده يعني ايه مش فاهم، يعني الناس دي هتطلع على الهواء ازاي، يعني مش في دماغي، مش مترجم، انت فاهم 2008 بقى وانت مش بترجم الكلام ده. فقلت لا فاهم مش في دماغي، وطالبين مذيعين يعني طالبين ناس تمثل، فاللي هو انا ماليش دعوه اصلا، يعني انا كان ساعتها سن صغير فمش في دماغي. فوالدتي بقى اللي ساعتها قالت لي خليك انت بتتكسف وجبان وبتاع بتحمسك، فاللي هو طب لا طب هروح عند بقى. فروحت عادي، دخل وكانوا عاملين تيست بقى وكده، ودخلت وقفت قدام المايك مش عارف اتكلم، مدينا سكريبت كده صغير بس اي حاجه بقول اي حاجه اي حاجه مش عارف اتكلم بجد. فخلصنا وكده، كنت انا بقى انا حبي للكمبيوتر بقى والبرامج والكلام ده، فكنت ايه، فكنت قبل ما اخش في القصه دي فكنت اسمع عن برنامج ايه ادي اوديشن وبتاع، فعادي بنتكلم، واللي هو كان ماسك الاذاعه بيتكلم، فساعتها راح قال لي ايه، فانا قلت له ايه ده انت ممكن تكون ممكن نمنتج كمان نعمل اديت على ادوبي اوديشن. فهو استغرب قال لي ده انت تعرف؟ قلت له قال لي ايه رايك تتدرب معانا يلا. كايه بقى؟ كهندسه صوت بقى، اديت للصوت بقى، وكان طلعت بره قصه الاذاعه والجو ده. ما انا اصلا مش رايح اذاعه، انا مش يعني انا رايح بس كده حبا للمعرفه، يعني مش في دماغي بس. وابتدت القصه بقى من هنا، يعني بدات بقى اخش اذاعه ومايكات ميكسر، جهاز بقى بنسجل عليه الصوت. بعد كده بدات اتقابل بقى ايه ده في مذيعين، في فنانين بييجوا، طب ايه ده في اديت، ايه ده في برامج بقى بتعمل عليها اديت مونتاج. فبدا من الموضوع هنا كبير. بقى فبدا الموضوع بقى يتطور بقى معايا من هنا، ان انا بعد كده دخلت ان انا رحت خدت بقى كورس في المونتاج، وقلت بس بقى قعدت بقى اتكلمت مع والدي، قلت له ده انا بص انسى، ده انا هخلص الكورس وهشتغل من بص خلاص الفلوس بتاع الكورس ده هجيبها في ثواني. الفلوس خلاص في عربيه فلوس. خلصت الكورس وقعدت وانا ما عملتش بيه حاجه 7-8 شهور خلاص، بقيت بعرف اعمل اديت وكل حاجه بس بس بعد كده مشيت من الراديو ده، رحت راديو تاني بقى بس كان في جريده بقى، كان اليوم السابع، كانت بقى بداية دي بالنسبة لي بقى مختلف، بداية قوية بقى، مكان وكبير واسم. فبدأت بقى من هنا، دخلت برضو نفس القصة بتاعت الصوت، مهندس صوت وكده. مهندس صوت دي مش معنى كلمة مهندس صوت ان انا مهندس صوت، لا كان ده الاسم المسمى، لكن الوظيفة كان ان انا بعمل اديت للحلقات بقى، بطلع الناس من على الميكسر بقى لايف والكلام ده كله بقى، بيبقى معاك الميوزك بقى سواء نشرة الكلام ده. فبعد شوية بدأت بقى ايه اتعمق في قصة الفيديو بقى، بدأ ان انا اشوف بقى ايه كاميرات بقى دي اس ال ار،
كاميرات بروفيشنال بقى، كان عندهم قسم بتاع تصوير، فبدات تلعب في دماغي بقى طب ما ممكن نصور اعلان للراديو ايه ده، طب يلا طب اروح اجيب منهم كاميرا. فبدا بقى من هنا قصه ان انا اخش بقى في قصه الفيديو بقى، ان انا ايه ده الكاميرا تحت ايديا، فبدات اصور طب اعمل لها مونتاج، فايه ده الله ده جميل. فالموضوع بدا يتطور لحد ما دخلت في مرحله اللي هي اسمها فيديو 7 بقى. فيديو 7 دي بقى كانت اسمها قناه اليوم السابع. بدات بقى خلاص كده هنا بدات اخش بقى جامد في الفيديو خلاص. بس انت كنت بتعرف تصور اصلا؟ لا كلها كانت اونلاين يعني بتخبط يعني بالظبط بالعين، وانه ما كنتش يعني عايز اقول لك كانت حاجه حلوه حاجه وحشه. كانت جرأه ان انت تخش ان انا بصور وكل حاجه، بس انت ممكن تلاقي نفسك في النص كده ضايع منك. يعني انا سافرت في 2012 رحت الاردن وبعديها دبي، كانت كنت شغال مع يعني شركه جنب شغلي برضو كفريلانس، كنت بصور ما كنتش بقى يعني كفيديو يعني كنت بصور صور عادي يعني الكاميرا وبتاع واظبطها واصور بس. ف بعد كده ما كنتش بقى افهم يعني ايه اظبط الشطر وليه فليكر في فليكر بيحصل كده في الصوره وايه ده ايه ده مش في دماغي. يعني كنت اظبطها كده مانوال اللي هو احاول اقعد العب في السيتنج لحد ما الاقيها ظبطت. مش فاهم في ايه. طب الشطر احطه كام، 50 ولا 60 ولا 100 ولا ايه، زي ما تيجي يعني. هو فده كانت حاجه وحشه، بس كانت حاجه برضو بعد شويه خدت درس كده في لقطه كده ظريفه خلتني ان انا لا ده انا لازم اقعد اذاكر. يعني لما كنت بصور في دبي وكانوا لبنانيين بقى وكان قصه كبيره، فلقيت حد بقى من ضمن الناس المخرجين قال لي انت ايه ده انت ليه بتصور على الشطر كده، مش كنت مش فاكر الشطر 70 80 حاجه كده يعني. قال لي رقم ملوش اي علاقه بقى. قال لي انت بتظبط على اساس ايه؟ فقلت له عادي يعني بشوف بعيني يعني، كان رد اهبل جدا. فقلت له عادي يعني اللي بشوفه مظبوط خلاص. انت جاي مع مين يا ابني؟ خد بس ساعتها قالوا له والله قال لهم مشوه بتاع ومش عارف ايه. فالمهم قعدت كده مع نفسي ايه ده ايه اللي رد اللي انا رديته ده اصلا وصح، وليه وليه الشطر وليه كده. فبدات بقى لا ده انا اقعد اذاكر. فبدات بقى من هنا بقى قصه ان انا ابدا ادور على اونلاين اشوف كورسات هنا في اماكن الكلام ده. بدات بقى القصه ان انا ابدا اطور بقى في نفسي ان انا ابقى فاهم، مش مجرد ان انا ده انا جميل وبصور حلو قوي، بس فين بقى معلوماتك؟ مفيش بلح. بس خلصت قصه اليوم السابع مشيت. كان في دماغي بقى عايز اقول لك من 2010 في دماغي قصه الويدنج، بس مش عارف اتنفذ ازاي. بشوفها اونلاين بس مش عارف تخش ازاي. الناس كانت في مصر قصه الويدنج دي كانت قليله، ما كانتش فيه غير غالبا حد او اتنين وبيعملوها جنب الفوتوغرافيا يعني. كانوا مش ان هم شغلهم الاساسي ان هم بيعملوا هايلايت فيديو او دوكيومنتري ويدنج. فبعد كده فبعد 2000 ويعني بقى لحد من 2010 كانت الفكر في دماغي. 2014 كانت بدايه اول كاميرا اشتريها، يعني شهر 2 2014 كنت بحوش. يعني 2008 بدات، 2014 اشتريت 6 سنين كل ده كنت بصور بقى كاميرات حد الكلام ده كله. اول كاميرا اشتريتها 2014 شهر 2 وكانت مارك 3 5 دي مارك 3. انت دخلت على الصراحه على طول. كانت بالكيت بتاعتها 24105 وكان السعر هلامي، كانت غالبا عامله 24000 جنيه بحاجتها. مفيش حاجه 24. فكنت انا وعمر كنا قعدنا بقى كنا بننزل نخلص، كان شغال معايا برضه في اليوم السابع، وقعدنا فتره بقى نفكر ان هو يلا نبدا نعمل نصور ويدنج. وبدانا نذاكر وهنعمل ايه ونصور ازاي مش عارف ايه ونجيب ايه والاكويبمنت وبره بيشتغلوا بايه، وقعدنا نذاكر بقى القصه دي. ده كل ده بدات ميرور ولا لسه؟ لا كل ده ما كانش فيه ميرور، كل ده كان لسه بقى في بدايه ميرور دي، بس كانت كنا مسمينها ميرور استوديو يعني. كنا بس مفيش مكان كانت بينج مثلا، مفيش اي حاجه مفيش اي حاجه يعني. كنا بننزل نتقابل كده في كافيه في الزمالك نقعد نخطط هنعمل ايه وهنصور وهنجيب كاميرا ازاي، وطبعا اجر، طب مكاتب الايجار دي فين، ما نعرفش بقى اي حاجه يعني. بتتكلم في 2014 الدنيا كانت لسه
الويدنج هادي ما مفهوش الزحمه او مفهوش العدد اللي موجود دلوقتي. بس 2014 ابتدينا اول فرح, قعدنا سنه الناس مش فاهمه او ايه ده, يعني ايه ويدنج, ايه ده هايلايت فيديو, فتقعد تبعت لهم الفيديو يقول لك الله اه طيب تمام بكام بكذا, طيب ماشي هفكر اقول لك هلف واجي. فضلنا بقى ايه السنه كامله عمالين بنحاول ونعمل اعلانات ونعمل مش عارف ايه, ونكلم مصورين انه يبدا يعملوا لنا ماركتنج من ناحيتهم ومش عارف ايه. السنه خلصت فقلنا لا خلاص, غالبا قصه الويدنج مش نافع, الفيديو ده مش نافع ومحدش فاهمه وكله عايزه ببلاش, فلا احنا دخلنا بقى قلنا ايه طب يلا فوتوغرافي ويدنج برضو. قعدنا سنة ونص عملنا سيزون تمام او اتنين سيزون اشتغلنا, وبقى الشغل جاي من الفوتوغراف الفوتو اكتر من الفيديو. خلاص حاضر, بنينا بقى اكويبمنت من الفوتوغرافيا, قعدنا اشتغلنا سنة ونص حوالي او سنتين, كل ما بيجينا فلوس نحولها اكويبمنت. ابتدينا بعدستين بثلاث عدسات, يعني كل كاميرا كان معاها الكيت بتاعتها 24-105, ورحنا جايبين العدسة 50 بس وترايبل. قعدنا شغالين كده سنتين تمام. بدأنا بقى ايه ما اشتغلنا في الفوتوغرافيا كل ما فلوس تجيلنا نجيب عدسة, فبدأنا بقى 50, فبدأت تكتشف بقى ايه ده ده في 50 مش عارف 1.2 ايه ده الله ده ايه ده بتعمل ايه ده اوبا ايه ده بتعمل لبس جميل جدا يلا ايه ده 85 مش عارف ايه واقوى يلا ايه ده 70-200 بقى ومش عارف تعمل ايه يلا. فبدانا واحده واحده كل ما يجي لنا فلوس ما ناخدهاش نحوشها ونروح جايبين حاجه نحوشها ونجيب, لحد ما بدات بقى دي جي اي يلا رونن استابلايزر وبتاع. يعني انت كنت شغال في الفوتو والفيديو مع بعض, اشتغلنا بقى قعدنا بقى فتره, بس الاكتر الشغل كان بيجي لك فوتوغرافيا. قعدنا فتره شغالين بقى فوتوغرافيا لحد ما بدات الدنيا تبدا تدور, بدا يجي لنا مكالمات تانية على الصفحه فيديو, فاستغربنا طب ماشي يلا, فحطينا التاني باكج تاني للفيديو, فواحدة واحدة بدأت الفيديو يشتغل حلو, فبدأنا نقلل الفوتوغرافيا لان احنا بنحب الفوتوغرافيا كل حاجة, بس احنا حبنا اكتر للفيديو. انت كده سنتين انت وعمرو بس تقريبا بالظبط. وكان معنا حد تاني بس يعني الاساسي انت وعمرو. قعدنا بقى فترة شغالين كده بس لحد ما بدأت الفوتوغرافيا تقل جدا, وبدأنا ان احنا نقول لا خلاص احنا ستوب, وقفنا وبدأنا نمسح الصور من على الصفحة اصلا. بقينا ستوب خلاص احنا مصورش فوتوغرافيا, احنا بنصور فيديو بس. وبدا بقى من حوالي 2016 او 2016 2017 بدا بقى تاني يرجع الفيديو بقى بس. فبدانا نرجع فيديو, اشتغلنا بقى 2000 كام, قعدنا حوالي يعني من 2017 2016 لحد وقتنا هذا بقى خلاص فيديو بقى. شلنا قصه الفوتوغرافيا من الويدنج, خلينا في الكوربريت بس, ومش احنا بنجيب بقى ناس مصورين. ايوه بس انت الفتره دي كلها انت يعني انت بدات ويدنج تقريبا احنا ابتدينا ويدنج واستمريت كتير ويدنج, وبدا يخش عليك كوربريت بقى, والكوربريت دخل عليه دخل بقى بدات قصه كوربريت برضه بدات تخش. بس انا في الاصل قبل ما ابدا اصور ويدنج انا اشتغلت كوربريت فتره تمام يعني, بس ده في الاول في بس البيزنس لما قام او الشغل نفسه على الويدنج بعد كده بدا يخش بقى الكوربريت معاه بقى. بدا انه يجي لنا ايفنتات صغيره نصورها فوتوغرافيا, نصور فيديو صغير طب يلا انترفيو يلا كذا 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 كذا, فبدات يبقى ايه ده فيه. كنا عاملين حاجه اسمها ميرور ستوديو, بس حسينا الموضوع بقى عام قوي وما بقاش الناس مش مميزه يعني, الناس لو واحد عايز اشتغل كوربريت اعمل ايه, فهو بقت الدنيا زحمه ففصلناها بقى. ساعتها رحنا عاملين حاجه اسمها ميرور برودكشن هاوس وحاجه اسمها ميرور ويدنج. دي ساعتها بقى ميرور برودكشن دي كانت لما في نور معانا, هو بقى كان شغله اكتر كوربريت بقى, ما كانش حاجه غير ان هو شغال كوربريت يعني, هو شغله كده وكان شغال في شركه كوربريت. فبدا بقى من هنا دخل في قصه الكوربريت بقى, دخل قسمته الموضوع فقسمنا الدنيا بقى, ده الويدنج ويدنج القصه دي, وفي حد مسؤول عن القصه دي بالظبط, الويدنج ويدنج والكوربريت كوربريت بقى خلاص. وبدا التيم بقى يزيد يعني, انا كنت انا وعمر فجي نور,
وبدأنا بقى نزيد، بدأ يبقى في اديتور، بدأ يبقى في تيم. في النهارده انت بتتكلم مثلا في 4 اديتور في المكتب واكتر من 8 مصورين. فالموضوع بدأ يزيد وبدأ يكبر بقى مع الشغل ومع الاستمرارية بقى. بس دي كده دي خلاصة ال 12 سنة من 2008 ل 2020. ايه رأيك في الموضوع الويدنج والكوربت؟ ايه اريح وايه مساوئ ده ومميزات ده ومساوئ ده ومميزات ده؟ يعني ناخد حاجة حاجة كده، نتكلم على الويدنج بعد كده نتكلم على الكوربت. بص، الويدنج ممتع، متعة ان يعني انت بتنزل تحكي قصة اتنين انت لا تعرفهم ولا هم يعرفوك، ونازل بتنبسط معاهم في اليوم وبتطلع احلى حاجة، فهو اليوم حلو وخفيف. وما دام انت فاهم انت بتعمل ايه وفاهم انت نازل تطلع ايه، هتكون مرتاح. متعب عشان يوم طويل جدا طبعا. انت بتبدا يومك ممكن يبدا 7 الصبح يخلص 7 الصبح تاني يوم. لو عندك مثلا ناس مسيحيين او حاجه او في كنيسه تلاقي كنيسه الصبح، فتلاقي الموضوع كتير قوي. يعني تلاقي يومك بادئ، يعني لو قلنا العادي اصلا العادي يبدا 10 الصبح وتلاقيه مخلص الساعه 3 4 الفجر. فمطلوب بقى لو انت في سيزن انك تروح تنام وتصحى الساعة عشان عندك ثاني يوم فرح. وكنا قلت الماتيريال وشحنت يعني الحاجة والناس ارتحت ونمت وصحيت وارتحت وتروح رايح اللي بعديه على طول. يعني ما بتقفش. فهو متعب في كده. يمكن هو لا، هو ممتع في انه يوم يبقى فرح بالظبط، ناس مبسوطة، ناس جاية تنبسط، انت مبسوط معاهم وجاي تطلع شغل حلو ومش مضغوط. ممكن بيبقى في ضغط شوية ان انت عايز تطلع حاجة معينة. يمكن في المجمل لا اخف. كوربريت لا، ما هما ما بيدفع. يعني كوربريت هو شركة ديل. ديل انت متفق معاه هنستلم يوم كذا الحاجة الفلانية، احنا متفقين على كذا، وليه يعني مسته وقته اقل. ساعات الكوست بتاعته بتبقى اعلى لانه هو بيبقى مختلف. ممكن يبقى الاكويبمنت بتاعته مختلفة شوية على حسب التصوير. ممكن تبقى بتصور ايفنت، ممكن تبقى بتصور حاجة اعلان صغير، ممكن تكون بتصور فيديو معين، ممكن تكون بتصور ديكومنتري للشركة. فبيختلف بقى. فبتلاقيه ده ليه حاجاته الحلوة والجميلة والمميزات، وده ليه الحاجات الحلوة والمميزات. بس اللي بيشتغل ويدنج، يعني هي نصيحة عشان ما يتعبش، هو ويدنج ما يفكرش، ما يروحش حتة تانية، ما يتعبش. يعني هتتعب، هتيجي في فتره كده هتحس انك مش، يعني لما بيجي سيزون بيحصل خلاص الدنيا قفلت. انت ممكن شغال كوربريت او مش عايز تيم ودماغك ما بتبقاش انت برضو لما بتبقى ماشي في لاين، ما انت راجل بتاع ويدنج، فدماغك خلاص كلها ويدنج وكلها شوتس بتاعت افراح فخلاص الكادرات بتاعتك خلاص انت في دماغك حاجات كتيره معينه. عكس لما بتشتغل ويدنج وبعد كده شويه ويجي لك كوربريت فتبدا تحول دماغ، يعني بتبدا تفصل. وفي ناس ما بتعرفش تفصل، في ناس تصويرها تلاقيه دايما انه ابتدى ويدنج فبدا يلخبط، بدا يصور الكوربريت بنفس شكل الويدنج. يعني الويدنج ممكن تاخد كادرات بشكل معين بطريقه معينه ما ينفعش تاخدها في الكوربريت. فتلاقي دايما ساعات بيحصل المشكله دي. تيجي تجيب حد بيصور يقول لك، او دي بتحصل في الفوتوغرافيا كتير، لما تلاقي مثلا بنبعت حد مثلا في ايفنت او حاجه كوربريت، وساعات تلاقي العميل يجيب كومنت غريب يقول لك هو ليه تصويره كده، تحس تصوير افراح. مش عيب اذا انت خدت بالك. بالظبط. لو انت خدت بالك هو مش عيب، بس هو طابع عليه الجزء بتاع الويدنج والكادرات بطريقه هو عينه خلاص خدت وطريقه تحركاته وكادراته. الكوربريت هو عايز حاجه معينه، الراجل اللي بيطلع السبيكر اللي بيتكلم عايز له كام صوره كده بروفايل حلوين، حاجات تنفع لو نازل مثلا الحاجات دي هتروح جرايد هتروح الكلام ده، فعايزها بطريقه معينه بشكل معين فيها مساحه معينة لو هيكتبوا عليها. فكرها وطريقة مختلف. كل حاجة مختلفة. تمام. انت شغال كده عشان عندك جزئين. انا كنت بقول لك من شوية انت بتقول ما حدش يشتغل كذا، يعني انت ويدنج خليك ويدنج. خليك يفضل. بقى انك عندك تيم وعندك انت انا بحاول يعني بالظبط. انا بفصل الدنيا. بتفصل الدنيا هنا، وده مسؤول عن ده وده مسؤول عن ده. مش مشكلة انت بتصور ويدنج بس، ممكن تنزل تساعد في الكوربت، لكن انت عندك الناس اللي مسؤولة والناس اللي شغالة فيها. طيب تمام. انت عايز اسألك برضو، يعني
انت امتى ظهرت او انت يعني مثلا عملت فيديو او عملت حاجة اول ما نزل الدنيا بقت عاملة بوم كده وبقى خلاص معروف ميرور ومحمد خالد والكلام ده كله، ولا الدنيا مشيت معاك تدريجي قوي قوي؟ يعني انا لسه كنت بكلم مع ابو طالب في البودكاست اللي فات، ابو طالب مميز قوي في موضوع السيشنز بتاعت البنات اللي هم مثلا بيلبسوا مقبطين الحاجات دي الكلام ده كله، بيروح يلبس عريس وعروسه قرصان وقرصانه وربصان، يعني الحاجات دي هو كان تميز فيها. عشان كده في مره واحده اول ما الافكار دي اتعملت واحد ورا الثاني ابو طالب بقى ما شاء الله معروف جامد. هل انت برضو انت عملت حاجه كده عملت بوم، ولا الدنيا مشيت معاك سالي سوا واحده واحده؟ انا مشيت واحد يعني انا حتى في الحياه انا بحب امشي واحده واحده، بحبش الطلوع المفاجئ والنزول المفاجئ. فانا مشيتها واحده واحده من بدايتنا من 2014 في الويدنج، مشينا واحده واحده، بقينا بنعرف انت بنحب نجس الدنيا ماشيه ازاي، بنشوف الفيديو ده جاب كذا لا ما جابش. اليوم يعني احنا لما نزلنا كان اول ما عملنا الصفحه بتاعت ميرور كنا مسمينا ميرور استوديو، نزلنا الصوره نزلنا الفيديو تمام، كنا لسه ما عملناش لوجو، فنزلنا الفيديو فما كانش فيه لوجو للصفحه، فروحنا عاملين صوره، خدنا سكرين شوت، كنت مصور العروسه صوره من الفرح، فحطينا الصوره بتاعت البروفايل بتاعت الصفحه صوره العروسه وحطينا الفيديو على الصفحه، الصوره جابت 500 لايك، الفيديو ما جابش حاجه فمشينا. فهي بقت بص عايز اقول لك بقينا ده اللي خلاني ماشي واحده واحده، انه الموضوع يعني جه تدريجي، اللي هو ايه شويه رحنا فوتوغرافيا شويه رجعنا من الفوتوغرافيا للفيديو. ليه؟ لان انا ماشي برضو، انا لما خدت القصه دي في ناس بتبقى واخده الكارير ده جنب شغلها، انه انا بصور ويدنج بس جنب شغلي. انا ما كانش هو ده شغلي او هو ده اللي انا بكسب منه، فعشان كده كنت ببقى ماشيها واحده واحده، ما عنديش حاسب لها قوي علشان ملهاش حل بالظبط. وبدا يبقى عندك ناس شغاله فعندك التزامات وعندك مسؤوليه، ما ينفعش ان انت تخاطر مره واحده باي حاجه. انت ماشيها بتحسبها لكل خطوه، انا النهارده هعمل كذا، النهارده بنقعد اخر السنه نقول والله السنه دي صورنا كذا، مثلا في سنه مثلا كنا حوالي صورنا 120 فرح ان شاء الله، السنه اللي بعديها 90، فليه فبدانا نحسب انه ليه مره 120 وليه 90، بعد كده نزلنا 90، فبدانا نذاكر ايه ده، ايه الشهر اللي جه كتير قوي وايه الشهر طب ايه اللي قل، طب الماركتنج، طب الكلام ده كله، فبقينا مشينا واحده واحده. فانا من طبيعتي الخاصه ما بحبش اجري، ما بحبش اطلع مره واحده السلم، ولا واحده واحده احب اطلع اجرب اشوف من بعيد اتست من غير ما اخسر. اصعب حاجه قابلتك ايه يا خالد في ظل السنين دي كلها؟ يعني الايام اللي هي جت عليك فتره اللي هو انت خلاص بقى انت مش عارف تعمل ايه ولا الدنيا ماشيه ازاي، او مثلا اللي هي بص في البدايات في البدايات كنا بص انا بالنسبه لي كنت بعمل اي حاجه، يعني فوتوغرافيا يلا بينا، مش عارف يلا بينا ليه، لان جت عليك فتره انت محتاج ماديا، انا خلاص كنت شغال في اليوم السابع مش عارف ايه وسبته عشان انا يعني كنت باخد بالنسبه لي في سني في وقتها ومقارنه باللي كانوا حواليا كنت بقبض مرتب كويس، فكنا انا هسيبه عشان هشتغل فريلانس مع نفسي، ومش عشان انا ما بحبش شغل الشركات او مش عشان انا ما بحبش الشغل ان انا ابقى شغال في مؤسسه، لا بحب دوت وبشتغل وبطلع الطاقه اللي عندي كلها، بس انا كنت حابب ان انا اعمل حاجه ليا، مش عشان انا في ناس يقول لك لا ده انا ما بحبش فوقي مدير، ده انا ما بحبش حد فوقي يقول لي مش عارف ايه ولا جيت امتى ولا ما جيتش امتى. يعني انا في مره جه كده كان رئيس التحرير كان جه خصم لنا عشان في يوم نزل غالبا كان ما لقيناش في الاستوديو او حاجه كده، فطبيعي اصلا قانون العمل تليك 48 ساعه في الاسبوع، فانا من طبيعتي من زمان بحب اقعد في الشغل اقعد واقعد، ممكن تلاقيني رايح من الساعه 7 8 الصبح وامشي الساعه 11 12 بالليل عادي وممكن ابات، فكنت عامل 72 ساعه وخصم لي، فاللي هو بقى انت اتضايقت بقى اللي هو طب ايه ده، يعني انا قاعد 72 ساعه في الاسبوع اللي هو المفروض طبيعي 48 ساعه قاعد لك 72 ساعه وفي الاخر برضو انت جاي بتخصم لي،
فاتضايقت وبتاع. بس انا من طبيعتي ما بحب يعني، انا عادي بحب ان انا، لا بحب ان انا بحب الشغل سواء في مؤسسه سواء لوحدي، سواء ما دام اتحطيت في مكان ان انا هشتغل لا هشتغل، مش عشان ده اداني مثلا في ناس في طبعا مع انها السنين دي انت بتقابل ناس كتير، فبتقابل جزء كده من الناس اللي هو يقول لك انت اديتني جنيه اشتغلك على قد الجنيه، اه اديتني 10 اشتغلك على قد 10. فلا في ناس عكس، انت اديتني جنيه هشتغل لك ب10. انا هرجع هجي لك بقى النقطه دي، ايه اللي خلانا بقى انا بدانا نعمل ايه. فانا ما فانا من طبيعتي ومن طبيعه الناس اللي معايا، لا احنا خدنا جنيه خدنا 10 خدنا مليون، هو الشغل شغل شغل. هشتغل وهطلع اقصى حاجه عندي. فده اللي بقى خلاني ايه، لان انا كنت بدات، انت بتبدا تحتاج ناس معاك، فبدات تجيب ناس، فبدات تشوف بقى النوعيات دي اللي هو على قد فلوسك وعلى قد الكذا، وهو انا ده اخري. فبدا من هنا زي من نفس قصه ان انا بحبك، حولنا كل الفلوس اللي كانت بنكسبها ان احنا نجيب بيها اكويبمنت. نفس الكلام، بدات ان انا اجيب ناس ادربها. ليه؟ عشان لما بتبقى شركه بيبقى ليك حته كده اللي هي ايه بيسموها الايدنتيتي بتاعتك او الهويه بتاعتك، انه الشخص صاحب شركه بقى، وانا شركتي كذا برضو ليها مسمع عند الناس حلو يعني. لا غير دي كمان، انه انا انت بتشوف الشغل، انا ما اشوف صورك اعرف احمد، اعرف صور احمد سعيد. طب لو احمد سعيد نزل حد معاه، او احمد سعيد بقى شركه وبتصور وعندها كذا حد، ما هو لو احمد الناس دي مش واخده نفس المود بتاع احمد الناس هتتلخبط تقول لك هو ايه ده، مش ده اللي احمد اللي احنا متعودين عليه. فاهم ده، مش ده اللي احنا شفناه. فهو ده نفس الفكره اللي حصلت عندي، ان انا بدات ما باجي ما جبت اجيب ناس، بدا يحصل لخبطه بقى، اللي هو ما بيش عايز يشتغل بدماغه، اصل الفلوس مش عاجباه وهو حابب يشتغل بطريقه معينه مثلا، اصل انت على قد اللي انت اديته لي او هو ده تمام كده. فبدا يحصل اللي هو لا طب وانا ليه احمل كده في نفسي. فبدانا نخش في قصه لا ده انا اجيب ناس احسن حابه ان هي تتعلم تصوير، اعلمها بطريقتي وباسلوبي وبدماغي، ياخدوا نفس الستايل بتاعنا، يبقى هي مدرسه. لما انا اشوف التصوير ده او الشكل ده او الطريقه دي، انا عارف ان الناس هي دي، انا عارف ان دول ميرور، انا عارف ان ده تبع مير، حتى لو هو ده تبعهم، هو ستايله بتصويره بتعامله يعني. انا بالنسبه لنا جزء التعامل ده مهم جدا، ما بقى يعني التعامل هو ده اللي هيحافظ على العميل او مش هيحافظ عليه. شغل الكوربريت انت عميل وتتعامل معاه بطريقه بروفيشنال، فهي ما مش 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 ويدنج وموضوع شخصي، وان انا لا انت قصة تانية بقى، والتزامات وفي ساعات عقود وساعات بتتعامل مع في حاجات فيها شرط جزائي يعني. انا فاكر في مرة كانت مسابقة او كانت حاجة داخلينها، كانوا مضينا على شرط جزائي 40,000 دولار. يا لهوي، لو احنا كنا بنعمل مونتاج لاسامي الناس اللي كسبت، لو اساميهم تعرفت او الناس او حد عرف ان اسامي دول الناس كسبوا دي 40,000 دولار. فانت في حاجات انت اصلا بتتعامل فيها اصلا، اللي هو يا جماعه احنا مش واخدين الرقم ده عشان دفعونا اصلا شرط جزائي بالرقم الخزعبلي اللي انت حاطينه ده. فانت لا بتيجي في لحظه كده اللي هو لا بتتعلم التزام. التزام بقى مع العميل بمواعيد، التزام مع العميل بتسليمات بالكلام ده كله. طب امتى انت شايف كمصور افراح او حتى مصور فوتوغرافيا كمصور عموما، امتى شايف ان هو يبدا يقرر يقلب نفسه كوربريت ما يفضلش البيج دي؟ على فكره في ناس، وسيبك من الجزء المادي يعني، في ناس قادره ماديا ان هي تبقى عامله شركه ومش عارف ايه، لكن هي مريحه دماغها، انا هفضل في البيج والدنيا شغاله معايا والكلام ده كله. هو بص، فكره هي شخصيات. في ناس بتحب هي تقول لك لا انا لوحدي تمام وشغال زي الفل ومش عايز اوجع دماغي بحاجات تانية زياده، لان فكره انه شركه دي يعني عمل جماعي، وانت لو مالكش في العمل الجماعي فهو انت مش هتعرف تدير ولا هتتعامل مع الناس، لانك هتتعامل مع الناس بحديه انه انا بدفع لكم فتعملوا يا اما هخصم مثلا. في ناس كده. فده ولو انت شخص كفريلانس او كالوحدك، وجيت تحول بقى نفسك انك بقى عندك تيم وتشتغل وي وي وي
وانت مش عارف اصلا تتعامل مع الناس دي او تتعامل في مجموعه او في جماعه في الشركه، مش هتلاقي الموضوع وقع يعني. بعد شويه هتلاقي فيه خناقات وفي اصل انت قلت لي واصل انت مش عارف ايه، فهتلاقي الموضوع مش حلو. فامتى ان انا اقرر؟ دي بقى على حسب ضغط الشغل وعلى حسب ما انا اداريا اعرف ادير الموضوع ازاي. وساعتها في ناس هيضطر يخش مع ناس. يعني انا من اسباب ان الموضوع عندنا مش كويس انه لما نور جه، نور معانا في ميرور برودكشن ان هو شريكنا وماسك الجزء بتاع البرودكشن، هو مسك الجزء بتاع السيلز. فبقى احنا عندنا في الشركه مفيش مدير ولا الكلام ده. لا، هو ماسك الجزء بتاع السيلز وهو مدير الحته بتاعته، واحنا ماسكين الجزء بتاع بالظبط، واحنا ماسكين الجزء بتاع التصوير والمونتاج. فخلاص فانت عارف انت المخ والعضلات، هو يتكتك ويجيب الشغل واحنا ننفذه. فالموضوع بقى ماشي كده، مش موضوع انه ماشي مدير وقسم المبيعات وقسم مش عارف ايه وقسم الاتش ار بالظبط ومين بيخصم لمين. لا، الموضوع كان ماشي صحاب، طريقه صحاب يعني، مش ان هو الشغل شغل، مش ان احنا عشان صحابه احنا نهزر مع بعض او ان احنا هناخد الموضوع بتفاهه. لا، هنشتغل فاحنا بنشتغل، احنا صحابه وبنضحك وبنهزر، بس ما بيبقى في شغل، بيبقى في ضغط وفي خناقات وفي بيحصل. بس في الاخر الموضوع نفسه ما كله خايف برضه على الشغل ومصلحه الشغل وكده، كله حابب ان المكان، كله حابب ان المكان يكبر، بس هي دي الفكره. فعشان تحول نفسك من ده فانت ده شغلك وطريقتك، وان انت تلاقي حد فعلا يبقى معاك بعد كده، لان انت لوحدك تلاقي موضوع ضغط، مش ملاحق تتابع. لو انت مثلا دخلت بقى عندك تصوير ومونتاج وي وي وي، فانت هتلاقي نفسك مش ملاحق مونتاج والعميل بيبعتك ميل وعايز يلحق كذا، مش عارف تركز حتى ولا تبدع يعني. لازم كل واحد حتته هو اللي شغال فيها، لازم تخش معاك ناس، فالناس دي لازم تبقى انت واثق فيها، عشان واثق ان هم خايفين على المكان وعايزين يكبروا المكان. بس طيب خلينا برضو نتجه بقى لسوق العمل على ارض الواقع. احنا لسه بنتكلم من شويه على موضوع ان في مشاكل ما بين مش ما بين المصورين بس، مشاكل بيبقى غير مقصوده من مصورين مثلا صغيرين طالعين باسعار او بحاجات زي كده والكلام ده كله، فيضربوا في اللي فوق فالدنيا تبوظ. ف انت شايف الدنيا ماشيه ازاي في التصوير عموما؟ انا برضو عايز اقول على حاجه بس للناس، احنا في مصر يعني، كل الكلام او اللي هنقوله دلوقتي كسوق، ده سوق التصوير في مصر، ممكن ما بقاش في كل البلاد، فخليني اسمع رايك بس. بص، الجزء ده بيضايق، وكنا بنعمله زمان بدون قصد، اللي هو يقول لك ايه، احرق اسعار، اللي هو ليه؟ عشان هقول لك القصه عشان ما تبقاش ماشي الموضوع نفسه ما يبقاش ايه، ما بظلمش حد يعني. انا ما بظلمش حد، بس هي الفكره في ايه؟ النهارده انا مثلا انا بقدم خدمه، الخدمة دي بتساوي فلوس، بمعنى يجي الناس يقول لك يعني مصور ده بيكسب كتير. بيكسب كتير اللي هو ايه بقى؟ يقول لك ده بيجي اصلا ياخد له في الفرح 10 15 20 الف جنيه ويمشي. حاضر. ويجي واحد تاني يقول لك ايه، لا ده فلان يجي يصورني ب 1000 جنيه ومشي وعمل لي البوم وعمل لي مش عارف ايه وعمل لي كاجوال سيشن. ايه ده ايه ده ايه كل ده؟ كل ده بالألف جنيه؟ اللي هو ازاي يعني عملها ازاي؟ فهي المشكله انه الناس بيحصل ايه؟ هقول لك انا، هو بيجيب الكاميرا، والده بقى ساعده، هو كان معاه فلوس، هو اشتغل شويه وجمع قرش وجاب الكاميرا، فيبدا يعمل ايه؟ يبدا يعمل صفحته الجميله على الفيسبوك ويبدا يصور ويبدا يعمل باكج. فاول مره هتلاقي حاطط اللي هو ايه، رقم عالي شويه، فما يجيلوش شغل، فيبدا ينزل 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 لحد ما تلاقي ايه، باكج ب 500 جنيه. وانا مش بعيب في ال 500 جنيه ومش بعيب في الرقم، بس هو اولا رخص كل الناس اللي حواليه، بيبقى جايب كاميرا غاليه، هو مش حاطط اجر لنفسه. اصلا انا لما باجي احسب الاوردر بحسبه ازاي؟ انا بحسب عندي النهارده كاميرا حتى لو بتاعتي، انا بحسبها كايجار. ليه؟ لان انت بعد شويه الكاميرا دي بتبوظ، بتحتاج تعملها ابجريد، محتاج تجيب اعلى، محتاج تعمل اي حاجه تانية، فانت لازم تحط لها كوست. فانا النهارده بقى عندي كاميرا ايجار، فانت ما بتنزلش بكاميرا، تنزل كويدنج مثلا لو فيديو، تنزل بكاميرتين على الاقل، فانت بتحسب كاميرتين
بعدسات بطاريات بكروت باكسسوارز بقى كتير. تمام ده جزء. بعد كده بتحسب النهارده انا معايا اجري انا كام واجري الشخص اللي نازل يصور معايا كام. خلصنا القصه دي. طيب الايديتور هياخد كام؟ وبعد كده بقى لما خلصت وسلمته فهروح اشتري يو اس بي بقى ولا اشتري لي حاجه واسلمهم عليها ففلوس. طب والمشوار اللي انا رايحه جاي بقى القاعه اللي في اخر الدنيا ولا الفرح اللي مكالمات بعد واستهلاك ومش عارف ايه وعايز اعمل شويه ماركتنج على السوشيال ميديا بالظبط. فكل دي كوست بحسبها. وانا بحط ليه انا بحط السعر ده انكلود ايه؟ انكلود كوست انا حسبتها وعرفت ان انا وصلت الرقم ده. فبيجي حد تاني يروح مبوظك الرقم، يروح حاطط رقم ليه بقى؟ بيبقى اولا شايل حق نفسه، شايل حق الكاميرا، شايل حق كل حاجه. يقول لك اللي انا خالد الناس عايزه يعني الناس دي على فكره بيبقى عايزين اي حق يعني مش مشكله اي حاجه اي حاجه دي عارف لازم يبقى في مينيمم في السوق. لازم يبقى انا اقل حاجه عندي مثلا اقول اكس من الارقام. اكس ده بقى ما حدش ينزل عنه يعني. اكس ده اقل حاجه. بعد كده اعلى اعلى دي بقى على حسب بقى انت براحتك. والله عايز تبيعها بمليون جنيه وعندك اللي هيجي يشتريها منك بمليون جنيه ده بتاعتك رزقك. لكن ما ينفعش تيجي خدمه مثلا تكلفتها الطبيعيه اللي هي بتقف مثلا اليوم يقف عليك 3000 4000 جنيه ايجار وي 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 وي, وي, وي. وتروح انت جاي بايع الخدمه دي ب 1000 جنيه ولا ب 2000 جنيه. طب ما انت بوظت الدنيا وبوظت اي حد عايز يشتغل اصلا. انت خلاص ما انا النهارده لو بتكلم مثلا هتكلم على جزء لوحده كل جزء لوحده. الفيديو جزء مش اساسي حاجه اقول لك مش بقول ان هو مش اساسي بس هو جزء مش زي الفوتوغرافي. الفوتوغرافي بالنسبه للعريس والعروسه بالظبط ده اساسي. الفيديو جه ان شاء الله لو لغينا الفيديو بتاع القاعه اصلا ما بقول لك كده حتى الفيديو في القاعه يعني دي اقل الخسائر يعني بالظبط. فيقول لك لا ده انا كده عندي الفول ريكورد بتاع القاعه والفوتوغرافه والمصور فخلاص انا كده زي الفل فاهم. طب الفيديو لا جزء. فتلاقي حتى المصورين فوتوغرافي بقى يعمل باكج عنده بيقول لك ايه ده طب ما اجيب كاميرا وبتاع واخدها انا ويرخص اكتر. يعني تلاقي يقول لك ايه باكج مش عارف فوتوغرافيا وفيديو ومش عارف ايه والبوم ايه. فتلاقي اصلا لما بيجي لنا مكالمات يقول لك ايه انتوا بتصوروا فيديو بس يعني ما عندكوش فوتوغرافيا؟ لا والله احنا فيديو بس يعني انا. فتلاقي الدنيا بقت عماله كله عمال بيحارب في جزء اصلا هو صغير وعمال الناس تكتر وعمالين يرخصوا في الاسعار. فتلاقي الباكج عباره عن انه باكس من الارقام قليل يعني رقم قليل هعمل لك فيديو وهعمل لك فيديو يتذاع جوه القاعه مونتاج في نفس اليوم واسلمك فيديو مش عارف 15 دقيقه وفيديو تاني 5 دقائق وبرومو دقيقه عشان تحطه على الانستجرام. ايه كل ده يعني؟ انت كل ده جايبه منين؟ تعالى بقى لما هو يبدا بقى ايه الشغل عنده يكتر ويبدا يبقى عنده كلاينت يقول لك لا انا تعبت انا عايز اغلي عشان اقلل شويه العدد ويبقى انا بكسب اكتر. ما بعرفش يجي يغلي العميل يقول له ايه ده ليه انت كنت مصور فلاني مش عارف ايه بقى كذا ده انت ليه بغلي علينا فاهم. ما بيحسبهاش كده. هو بيحسبها في اللحظه اللي هو واقف فيها انه انا اجيب فلوس وخلاص. بعد ما يبدا الموضوع يتحول معاه البيزنس بقى ويبدا ان هو يكسب منه يجي يفكر يغلي ما يعرفش هو وقف هيعطل بقى يفضل ليه يا اما يقعد يخسر بقى في كلاينت وبتاع لحد ما الدنيا تظبط معاه فاهم. فانا بقول لا يبقى في مينيمم بقى سواء في فوتوغرافيا او سواء في فيديو يبقى في مينيمم للموضوع فاهم. بعد كده ابدا اشوف بقى يعني الكوربريت معظم الناس عندها ليه لان هو بيحسب نفس الحسبه اللي انا قلتها بيحسب الكوست بتاعه ايجاراته وكذا كذا مونتير مش عارف ايه بيحسب بعد كده يبدا يحط الهامش الربح بتاعه ويبدا يشتغل فاهم. ففي الويدنج مفيش الكلام ده ما بيعملش كوست اصلا هو بيحسبها ايه يقول لك ايه باكج وخلاص. انا شغلانه انا شايفها مهلكه والله موضوع الويدنج ده يعني شغلانه بره انت بتتكلم الفيديو يعني مثلا طبعا مع فرق الاسعار فرق كل حاجه بس بتلاقي بره المصور حاطط لنفسه وقت لا منظمين قوي بره الموضوع بشكل رهيب يعني تلاقي مثلا يقول لك 8 ساعات ب 3 4000 دولار
اللي هو يعني حول بالمصري انت بتتكلم في 70-80 ألف جنيه، لو صفروني والنبي صفروني فاهم. فهنا تلاقي يا واخدك من اول اليوم لحد اخر اليوم 1000 جنيه، بألف جنيه فول داي باكج بألف جنيه وعرض الموسم وعرض الصيف وعرض الخريف وعرض مش عارف ايه، وتلاقيه مبوظ الدنيا. ما ده غلط، ما ده اصلا غلط لنفسه وغلط بعد كده. يعني هو غلط بيضر الناس اللي حواليه كلهم. يعني لو كلنا اتفقنا اقل سعر يا جماعه كذا اكس من الارقام، 1000 جنيه 2000 جنيه خلاص ماشي. بس انت خالد يعني خلينا برضو في حاجه عشان بس يعني انا لما باجي اتكلم مع حد ما بحبش يعني اتناقش في 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 القصه دي من ناحيه ان هم غلطانين. هو مش غلطان، هي اصل انا وقعت في نفس الموضوع وعملت نفس اللي انت بتقول عليه. ما هو بقول لك انت نفس القصه، ما هو لك انت بتكبر في لحظه ان انت عايز، انت جبت اشتريت ومفيش الحل بقى. ما الحل ان انا لازم، ما هو كله لازم يبقى على الاقل في منم. لو كل الناس، ما هو انت النهارده ايه اللي بيخلي فيه بديل النهارده؟ لما انا مثلا لو انا قلت اقل حاجه مثلا 2000 جنيه مثلا فوتوغرافي مثلا، اقل حاجه 2000 جنيه خلاص الناس بقت مجبره انه اقل ريت هيلاقيه ب 2000 جنيه. انت عايز تحط تسعير يعني اقل حاجه. انت عارف الموضوع ده حصل 500 جنيه من فتره، من كام سنه، وفي ناس مصورين بدون ذكر اسماء يعني قعدوا، ممكن كنت سمعت عن الموضوع ده، وقال ان هنحط فيه تسعير وعملنا تسعير وطلعوا لايف او كل واحد قال في ستوري والكلام ده كله، ومجموعه كبيره جدا جدا من الناس رفضت وتهجم عليهم بطريقه مش حلوه، كان حوار كبير كده. فما اعتقدش ان الموضوع بالسهوله اللي انت متخيلها. هو يعني انا مش بقول رقم كبير، مش بقول نروح نحط 5000 جنيه اقل حاجه، لا، لان انت عندك الافراح بتبتدي من عندك دارات وعندك اقل من الدارات وعندك قاعات صغيره وعندك مش بقول بس النهارده انت بتتكلم واحد، النهارده انت كمصور انت شخص مهم جدا 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 جوه اليوم، في الاخر صورك اللي هتفضل، وبيجوا يمسكوا في زماره رقبتك لو الصور مش عاجباهم. طب حضرتك رايح دافع في قاعه ان شاء الله، لو اقل قاعه اللي هو زي ما قاعه صغيره جدا اللي هي معدوم 15000 جنيه 10000 جنيه فخلاص فحضرتك في حاجه اسمها بقى باكج قاعه، دي بتبقى ناس شغاله ماسكه قاعه وهو بيعرف يكسب منها. انا كنت لسه اقول لك خلاص روح اشتغل موظف ما دي بقى اسمك موظف. عارف ان انا زمان، بس مش زمان قوي يعني، يعني بقول مثلا من 3 سنين كلمني حد كان في قاعه ما يعني بدون ذكر اسماء، وكان عايز انزل عنده. عارف كان بيدوا كام في الفرح؟ 200 جنيه و300 250 جنيه. أيوة. خالد ايوه انا لما ساعتها انت موظف انت مش بتعمل حاجه لنفسك خلاص. ما هو انت ساعتها انت استغنيت ان انت تبقى راجل حر. لا بس انا كان معايا يعني انا مش عارف هو فكر فيها ازاي، بس هو انا كان معايا المارك فور وكان معايا العدسه يعني كان معايا اكويبمنت اللي هو انا يعني قصدي هو جالي في وقت انا شغال اصلا اللي هو انا عندي باكج وعندي الكلام ده كله. فلما انا واحد بقى ما عنديش باكج، ما عنديش اي حاجه ومعايا كاميرا وخلاص ده كله حلو، انا بقى بدل ما اموت في سعر لا اروح اشتغل هنا ليه، هيجي له على الاقل 10 15 فرح احسن له بكتير. 250 جنيه خالد. طب ما انا النهارده 250 جنيه يا راجل، ما هو 250 انا حسبتها مواصلات، ما كانتش هجيب. لو انا هجيب سندوتش شكله ومواصلات رايح جاي، انت ما بيحسبهاش كده بقى، هو بيحسبها لك بقى يقول لك ايه، انا هديك مثلا على الاقل 10 15 فرح في الشهر، فتلاقي نفسك تقول لك 10 15 10 في 250 ب 2500 وخمس افراح كمان، ادي كده 2000 ادي كده 1200 جنيه، يبقى كده طلعت لي في ال 15 يوم ب 3 4000 جنيه. هو بالنسبه له هيبقى مبسوط ليه؟ هو اصلا كده كده كان بيفضل مستني فرح طول الشهر ب 500 جنيه بيبوظه يعني وبيبوظ سعره. فلا خلاص انت دي احسن. يمكن ما تجيش مثلا النهارده انا اقل فرح بتتكلم في دار مش اقل من 30-40 ألف جنيه. خلاص الدنيا كلها بليد. قاعات في فنادق مش اقل من 150-200 ألف جنيه وانت طالع. فانت ما تبقاش دافع كل الارقام دي كلها. وبقول لك المينيموم بتاع المصورين يبقى 2000 جنيه. فاهم؟ ده بقول اقل حاجه، اقل حاجه اللي هو ايجار كاميرا واجره اليومي والمعدات اللي معاه، لو اشترى بطاريات للفلاش الكلام ده كله خلاص. ولسه هيقعد يعمل اديت على الصور والدنيا دي. فبقول لك يبقى في مينيموم. بعد كده ابدا يا باشا اطلع بقى لحد بقى انت بقى وشطارتك. النهارده انت شاطر ومشهور وبتطلب فلوس كتير براحتك. مش بقول انه بحدد بقى، مش بقول بقى انه في ماكسيمم سعر معين لجزء معين، لا خلاص افتح براحتك بقى، بس يبقى اقل حاجه اي شخص في اي حته بيدور على مصور عارف انه اقل حاجه مش اقل من الرقم ده. بعد كده ده بقى يخلي ايه بقى، هيخلي انه الشخص والله
اخش البيزنس ده فانا هتعب عشان او ابقى عندي بورتفوليو كويس، يبقى انا عارف انه النهارده لو جالي فرح مثلا ولا فرحين في الشهر يبقى دخل، لو انا داخل في لو انا اشتغلت عادي مينيموم انا اقل حاجه يبقى دخل 4000 جنيه. يبقى انا هي بتتحسب كده. انت اخبارك ايه في الازمه اللي احنا فيها حاليا دي وكورونا وجوده؟ كلنا بنعاني. انت واقف طبعا صح؟ كله افراح واقف، كوربريت الناس بدات تتحول لاونلاين شويه، يعني بداوا مثلا بدل ما كان بيعمل ايفنت يا اما يحولوا اللايف ستريم. وانت يعني عندك ده اوبشن متاح عندك في الشركه؟ لا اوبشن طبعا موجود عندنا ان احنا بنطلع لايف ستريم، سواء بقى باللايف ستريم على طول اون سبوت بنطلع لايف، يا اما بيسجل وبنطلع لايف بعد كده. مش بتعاني من النت؟ لا في اماكن طبعا، لا انا الحاجات اللايف ستريم والكلام ده بيبقى في اماكن معينه بروح احجزها عشان اطلع منها. بس ف يعني والمكتب عندي برضو انا يعني الحمد لله يعني مظبط يعني القصه دي، الدنيا بتاعت النت مظبط شويه فالدنيا كويسه. شايف بعد الازمه دي يا رب تتفك قريب يعني، بس ايه الاجواء بقى تبقى عامله ازاي يعني؟ والله بقول يا اما حاجه من الاثنين. ايوه الناس هتتوحش جامد وهتبقى عايزه تعوض كل اللي خسرته. خد بالك ان احنا في مجالنا احنا متأذين جدا طبعا، وهتفضل ناس بعد ما الازمه تخلص هو الناس برضه هترجع تشتغل وانت هتفضل متضرر، لان خد بالك ممنوع تجمعات. انت خد بالك احنا كنا السنه كلها بنضطش عشان من اول العيد نبدا نفوق، نبدا ايوه ده السيزون بقى بتاعنا اللي هو ده الصيف بتاع مفيش حد خلاص كله بيسحب اصلا، فما في يعني ما اصلا هو اقول لك على حاجه، هو كده كده واقع لسبب ان اي حد عنده في العيد او في الشهر اللي هو بتاع العيد ده هو سحب فلوسه، وحتى لو انا هحجز خايف. مش هحجز في العيد يعني، لا حتى لو هتجوز مش هتجوز في العيد ولا في بعد، هيتجوز في بعد كده. فانت ايه رايك في والله انا بقول ممكن الدنيا يعني انا متاكد الدنيا لما تخلص برضو هتلاقي يقول لك ممنوع افراح ممنوع التجمعات والحاجات لفتره طبعا لحد ما يلاقوا بقى علاج او حاجه. بس هتلاقي ممكن مثلا اقول لك ممكن تلاقي سيشنز مثلا، ممكن تلاقي الموضوع حاجات بسيطه سيشن كابلز خطوبه مش عارف ايه الكلام ده. اما الموضوع بقى يتقلب بقى شويه اوروبي يبقى الناس بتعمل افراحها بسيطه جدا بقى، بنجيب الناس اللي هم اصحابنا قوي في حته ضيقه قوي مش عارف ايه الكلام ده بالظبط، والموضوع ملموم في فيلا بقى باجرها او في مكان صغير او الدور بيخلص بدري، ما بقعدش اسهر لحد الفجر اقعد نتنطط ونرقص وبتاع، الموضوع يبقى بسيط جدا وزي بره. انا صورت فرح يعني بس كان واحد صاحبنا يعني متجوز بره في فرنسا، الموضوع كان بسيط، الموضوع يا جماعه ما كانش مش 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 حرب. احنا هنا بتاع مصور الفوتوغرافيا بيتخانق مع بتاع الفيديو عشان مش سايب له وقت، ده طبيعي ده عايز يصور وده عايز يصور، يعني خناقه المصور بتاع الفيديو والفوتوغرافيا دي اساسي يعني. ولا هو مصور الفوتوغرافيا وبيتخانق مع بتاع الفيديو الهايلايت فيديو، وبعد كده يخش يتخانق مع بتاع القاعه عشان لو في قاعه صغيره فمسك له كشاف لو مش قاعه صغيره فهو واقف قدامه مش راح يتخانق يروح بتاع اللايت يتخانق يعني هيتخانق بالظبط. فبره مفيش بره الموضوع عايز اقول لك كان منظم جدا يعني، اليوم ابتدى عادي جدا، خلصت الميك اب جم عملوا الطقوس بتاعه الجواز بتاعتهم بعد كده وقفوا. عايز اقول لك كان المصور عامل زي ليبل او حاجات صغيره كده بحروف من الاي للزي، بقى كل حرف الاي يجي الاي اللي معاه حرف الاي بيقفوا يتصوروا الشوتس، حاططهم باولويه مين القريب يعني مش فاهم برضو يعني وليكن من 1 لـ10، 1 ده اللي هو بابا وماما، 2 اخواتي، يا نهار ابيض، 3 كذا، يجي يسلم كده اصحابي يقف بالترتيب بقى يعني عارف ان رقم 3 يقول 1 1 دول بيجوا ويتصوروا مثلا، ممكن يقول لك 1 و2 فواحد واثنين دول تلاقوا انت بتكلمني انا بتخيل منظر الكوشة لما نيجي نصور فالموضوع لا الموضوع بره لا، وخالتي تتصور مع بنت عمة ابويا اللي ما صورناش وكانتش باصه للكاميرا. ايوه ما حضرتك احنا كنا قايلين ما نجيبش حد تاني معانا في القاعه فعليك جبتي ففي حرب يعني. انت لما قلت لي كده انا مجمع برضو لما بتفرج على صور جروب شوتس بتاعت الاجانب كلهم منمقين جدا الموضوع لا على خط واقفه لا وكله مبتسم وكل باصص ومفيش حد في حته يعني
يعني احنا عندنا مثلا في الكوشه، انا مش بتريع على حد طبعا، انا نفسي عملت كده في فرحي او الكلام ده كله حرب. بس لاقي ايه مثلا الطويل مع القصير قوي، بعد كده واحد طويل جدا، بعد كده اتنين طوار، بعد كده واحد قصير مش عارف هناك. ده جزء ده كده عند الكوشه. بعد كده نرجع بقى اللي بيقف في وش الكوشه تلاقي أيوة مصور فيديو مصور فيديو من ناحيتين، وبعد كده في ثلاثه مصورين في فوتوغرافيا واقفين، تلاقي ناس جايبه كراسي تقف تبص تتفرج بالخرا صغيره بتصور بالموبايل. يا لهوي فاهم. فلا بره لا الموضوع كان منظم. عايز اقول لك مفيش حد رفع موبايل، يعني مفيش حد جه قال لك يلا سيلفي مع العريس والعروسه خالص. هم احترموا المصور ووقفوا، كانوا منظمين وقفوا كل واحد، وبعد كده بقى ينادي مثلا في ارقام معينه هو عارف، يعني هو قاعد مع العريس والعروسه ميتنج وظبط ده ورتبوا الارقام وعارفين مين الرقم دوت، وبعد كده بدا ينادي هو عامل مثلا يقول لك ايه 1 و5. فواحد وخمسه دول اللي هم ايه اللي هو مثلا بابا ومثلا بابا ومامته واخواته مثلا اخواته كان رقم 5 فاهم، فيجيبهم مع بعض في صوره. بعد كده يقول لك كذا وكذا وكذا، هو نظم او عمل خطه بلان للموضوع. الناس واقفه عادي بترغي وبتضحك مع بعضها ويسمع الرقم، يروحوا يوقفوا سمايل ياخدوا الصوره الجميله. شكرا سلام سلام. حلو قوي ده يا خالد. دخلنا ال 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 كان الفرح كان عباره عن مكان كده قاع، مش قاع يعني، مكان صغير جدا، غالبا ممكن يكون في نفس المساحه اللي احنا فيها دي، مكان صغير ما فيهوش اي حاجه، كلنا على بعض كنا حوالي 20-30 شخص بس، دي جي بسيط، قعدوا يهيصوا يرقصوا تك تك تك، اليوم خلص سلام سلام وخلص اليوم بس كده احنا خلصنا. المصور ما كانش بيحارب، يعني عايز اقول لك المصور اصلا كان بيبيع الصور، كان قاعد في اخر القاعه جايب برينتر والله العظيم ثلاثه، مسك المايك قال لك ليه كل واحد ليه صوره فري والثانيه ببلاش والثانيه بفلوس والله العظيم، كان قاعد ورا يقول لك تعالى هو لم باكج ثانيه عن هنا بقى لو في مصر في الافراح اللي فيها بيجي 1000 ده انت عارفه 800 واحد يا لهوي، لا تلاقي حرب فاهم. فلا الموضوع بره منظم، خد ببيع صور في فرح 1000 جست مثلا، انت تجيب لك شركه ب 100 جنيه خلاص شكرا. فلا بتلاقي بره الموضوع بقى منظم قوي، الدنيا ما فيهاش. فانا بقول لو ده بقينا احنا مش بقول ان احنا نستنسخ، ما هو برضه خلي بالك انا عندي جزء برضه مهمه، وما يجي يقول لك ايه انا عايز الناس دلوقتي مثلا في مونتاج الافراح تلاقيها بتحارب، يعني ما تلاقوش عامل فرح فيديو فرح خالص، لا تلاقيه عامل ايه حرب فرح اعلام فرح، تلاقي الفيديو خلص الفيديو ايه ده فين يعني انا استفدت ايه، يقول لك لا ده تكنيك مختلف وعملنا مش عارف ايه طب فين الفرح، بس انت بتقول احنا بقول دوكيومنتري، يعني انا بقول ويدنج دوكيومنتري، فين بقى الدوكيومنتري في الموضوع، فين فين توثيق الحدث، في انه بجيب المومنت الاجواء بتاعت المكان مين حواليها مامتها قاعده بتبص عليها الكلام فين فين ده، لا تلاقيه جاب لك في شوط مش عارف منين على صور شوط من السيشن على تاك تاك، يقول لك اصل هو دي الموضه احنا ماشيه كده. لا بره اتفرج على مثلا في قناه على اليوتيوب اسمها بين ويدنج، غالبا دي ماسكه ولايه كامله في امريكا تمام، عايز اقول لك فيديوهاتهم ستاندرد كلها كذا فوتو ميك اب لبس مش عارف ايه فوتو سيشن كذا كذا، ايه القناه كلها كده، القناه فيها مش عارف فوق ال 700 800 فيديو كده، ما فيش. وعايز اقول لك ممكن تلاقي المزيكات متكرره لان العريس ده غير العريس ده وغير العروسه دي، بس الفكره والشكل والثيم في الاخر انا بصور لك، ما هو في الاخر ايه بيدوكمنت اليوم، احنا هنا بنجتهد ان احنا نطلع اليوم بشكل، كل مره نصور بطريقه مختلفه وكل مره نحاول نطلع حاجه شكلها احلى، بس هو بره في الاخر بيعمل ايه بيدوكمنتري اليوم. هنا مثلا تلاقيه يقول لك ايه وليه كده ما يبقاش فيه سبيتش كده والفيديو كده زي بتاع الاجانب، لا انت طقوسك غير طقوسهم، ما تقعدش تقارن، ما تقعدش تقارن انه فيديوهاتهم حلوه عشان هم عندهم سبيتش وبنسمع صوت حد مع المزيكا، لا ما انت عندك هنا يا اما كنيسه يا اما عندك كاتب كتاب، ما هي الموضوع مختلف. بره ما بيرقصوش الرقص والمهرجانات والحاجات اللي احنا بنعملها، احنا عندنا الميزه دي، فالموضوع مختلف. تلاقي بره هو مش فاهم ايه ده، تلاقي الناس بترقص بطريقه غريبه وبتاع، هو ما عندوش ده. يعني عايز اقول لك بره المصور بتاع الفيديو هو اللي اصلا، او مصور فوتوغرافيا لو مصور فوتوغرافيا تلاقيه رايح معاه ستاندين حاطط عليهم اكسترنال فلاش وبيصور ليه؟ عشان هو بيبقى رايح مكان اصلا فيلا، رايح حاجه الكلام ده مش قاعه افراح، مش قاعه وفيها لايتنج وجايبين شفت ده كتير. يا اما تلاقي مصور الفيديو هو اللي جايب الاضاءه، تلاقي الاضاءه انكلود مع مصور الفيديو هو بينور المكان اللي هم يرقصوا فيه الكلام ده كله، الموضوع
بسيط قوي. بسيط. لا هنا احنا اما بنحارب بقى مونتاج وان احنا نقلد زي بره ونقلد الاجانب وبعد كده نروح نجيب فيديو مش عارف منين من استراليا بيخش وبيعملوا مش عارف ايه ويزحموا بعض ويتخانقوا معاه والفيديو تلاقيه زحمه مونتاج. ففي الاخر هو فيديو بسيط ليهم بينبسطوا، هو بيبقى مختلف بالنسبه لهم. ففرق ما بين ان هو للعريس والعروسه، فرق ما بين ان هو للاونلاين. هو عشان بيقولك لا عشان اونلاين بقى واعمل فيديو مش عارف ايه، لا ميز بقى، اعمل بقى نسخه ليهم هم فيها كل التفاصيل، فيها كل الحاجات الحلوه بتاعتهم. ليه؟ لانه اولا هو العريس ما بقاش شايف العروسه، هو مش شايف اللي حصل لها الصبح وايه اللي عندها والاجواء عندها كانت عامله ازاي واليوم كان عامل ازاي، وهي ما بتشوفش عنده. فالمفروض انت لما بيجوا يقعدوا هم الاثنين يتفرجوا يقعدوا يضحكوا ويبصوا ايه ده، بص ايه ده كانت بتعمل مش عارف، هي تفتكر ومش عارف مين، فتلاقي اللي هي دي الحاجات الحلوه بقى في الموضوع. لا احنا بنبوظها ان احنا ده حرب بقى، فتلاقي المونتاج سريع جدا ومش شايف اي حاجه، البارتي دخلت في 30 ثانيه خلصت. فما بتلاقيش الموضوع حلو. فيفضل لا الاحسن ان انا لما بمنتج فرح بعمل له مونتاج، فلا انا بمنتج ويدنج فالموضوع بسيط. عايز اعمل بقى فيديو حاجه اونلاين ليا انا، فبعمل فيديو مثلا دقيقه ونص دقيقتين وبديه برضو العريس والعروسه، وفي نفس الوقت برفعه ماركتنج ليا بقى، اقول والله اهو ده شغلي، ده شكل تصويري انا بعمل كده، فاعمل بقى اشوف الموضه ماشيه ازاي واعملها. بس يمكن تلاقي الدقيقتين دول هم اللي بيتسلموا العريس والعروسه، فيجي يقول لك ايه ده وانت قاعد كل ده بتصورني في دقيقتين ومش في دماغه. فتقعد تفهمه انه لا ده احنا ممكن اعمل لك فيديو 10 دقايق بس هيبقى ممل. ايوه بس دقيقتين قليل، فاهم؟ فلا انا لما بيجي حد يسالني يقول لي هو الفيديو هيطلع، هو الفيديو قد ايه؟ اقول له لا الفيديو ده ولا انا ولا انت هتحكمه، هو اليوم اللي هيحكمه. في مومنت وفي حاجات ظريفه في اليوم وفي كذا كذا كذا، اه هنطلع بقى شغل حلو. والله اليوم صغير وملموم والمومنت بسيطه وهيطلع فيديو برده حلو بس على قد مدته. فهي اللي البالانس بتاع الموضوع لا انا ولا هو، هو اليوم نفسه عامل ازاي. ممكن نبقى جايين مقررين هنعمل كذا وتلاقي اليوم باظ عادي، وتلاقي في عكننه وفي خناق وفي مش عارف ايه، وتلاقي اللي انت كنت مخطط له ما مش هيطلع. فايه لا هو انا بمشي اليوم على حسب، بشوف اليوم ماشي ازاي. وطبعا بخبرتك بعد كده من الفرح هتبقى فاهم بقى اليوم ماشي ازاي، الناس دي هتعمل اه وهاخد كذا هاخد كذا، اقسم الدنيا ازاي الدنيا دي. بس تمام. خلو بص قبل ما اقفل الحلقه، يعني بحب اخلي الناس تدي نصيحه للناس اللي عايز تبدا في المجال اللي هو شغال فيها. يعني كابو طالب كان قال نصيحه للناس عايز تخش في الويدنج فوتوغرافي، انت برضه عايزك نصيحه للناس اللي عايز تبدا في مجال الفيديوغرافي في الويدنج او في الكوربريت او ايا كان. يعني والله بس انا نصيحتي لاي حد هيبدا في الويدنج فيديو يذاكر الاول فيديو، يحاول يشوف حد ينزل معاه عشان ما يبقاش نازل اول فرح مصدوم مش فاهم بيعمل ايه، يضيع حاجات كتيرة مهمة، ما يرسكش بالفرح. يعني يخليه الاول انزل على الاقل انزل فور فري، كلم اي حد اقول له ممكن انزل معاك اشوف اليوم عامل ازاي، ان شاء الله مع مصور مش لازم مع الفيديو. ان شاء الله لو هو مثلا يدور على حد عنده فرح يروح يتفرج، شوف ايه اللي بيحصل، ايه ده بيصوروا ازاي، ايه الاكويبمنت اللي معاهم، ابدا ادور اونلاين، ابدا اتفرج على فيديوز، فبقى على الاقل مذاكر. بعد كده ابدا بقى اخش في خطوه ان انا اذا خلاص اشتري بقى اكويبمنت او هرنت وهنزل اشتغل، فخلاص ابقى واخد خطوتي حاسب الدنيا بتاعتي بالظبط، انا هاجر ايه هعمل ايه هصرف كام الكلام ده كله عشان ابقى يعني ابدا البيزنس صح. بعد كده بقى خلاص هي دي بقى دي بتاعت حاجه بتاعت ربنا بقى، بس هي المذاكره انه يذاكر انه يتفرج كتير، ما 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 مش لازم انسخ من الاجانب كل حاجه. هم مختلفين عننا في طقوسهم وفي طبعهم في كل حاجه، زي ما هم بالنسبه لهم احنا ناس غريبه برضو، يعني احنا اللي احنا بنعمله برضو وبيشوف ايه ده ايه الحاجات الغريبه هم بيعملوها دي. فلا هم مختلفين واحنا مختلفين، فاحنا بنشتغل على حسب احنا في مصر، احنا مش في اوروبا احنا مش في امريكا، فانا بشتغل فيديو مصري. يعني انا بتضايق لما بنيجي نحط مزيكا اجنبي، انا ببقى نفسي احط حاجه ما بس الكلاينت بيجي هو اللي يزام زي هو ليه مش اغنيه اجنبي ده انا بحب. انا نفسي نحط مزيكا شرقي وحاجه شرقي وحاجات واغاني مصريه حلوه تبقى، او عربي حتى اي بقى لغه اي لهجه يعني في العربي. فلا بلاش تنسخ،
ذاكر كتير، اقعد دايما اتفرج، لو بتتفرج على حاجات بره اتفرج على التكنيك بتاع التصوير، مش لازم تتفرج على هما بيعملوا ايه او يومهم طالع عامل ازاي. حدد اولوياتك في الـ في الـ في الستايل اللي انت تشتغل عليه، لان الويدنج برضو ستايل. فانت ما تجيش تقعد تقول انا همشي انا هعمل ستايل فينتج بقى واشتغل كل حاجه شكلها فينتج وقديمه لا، وانت حدد ستايل امشي عليه عشان ما تلخبطش الكلاينت بتاعك. الكلاينت لما بيتلخبط يقول لك مش فاهم هو انت ايه، انت بتعمل ايه، انت لو انا حابب الفيديو ده اجي اقول لك ان انا حابب زي ده بالشكل ده فانت تعمل اللي بالشكل لا. فانت يبقى ليك ستايلك، ليك لو عرفت يبقى ليك الوانك بيبقى حلو، ان انا اعرفك من الوانك، اعرفك من طريقه تصويرك. فكل دي مذاكره 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 بس. تمام يا عم خالد، والله انا مبسوط بالحلقه الجميله دي. والله ونك. والله نورت سي بي سي تي في. يا رب يكون الموضوع عجبك ان شاء الله. وشكرا على اللي انت جيت. شكرا. بس يا رب يكون انبسطتوا. متنسوش بقى لو عجبكم البودكاست لايك وشير وسبسكرايب. اشوفكم في فيديوهات تانيه كتير. سلام.